كل حاجة حصلت في الثانية من الثانية للثانية. عملاق أطول من 50 متر بيظهر فجأة قدام السور اللي بيتحاموا فيه البشرية. يا إلهي، مشهد يحبس الأنفاس بمعنى الكلمة. البشر واقفين مذهولين من اللي بيحصل وإزاي ده كده. بوبوم، ضربة رجل من العملاق بيهد السور على دماغهم كلهم، وفجأة بنلاقي عمالقة صغيرة طولها أكتر من 10 متر بيهاجم عليهم وبياكلوا فيهم. البشر عمالين يجروا ويصرخوا ومرعوبين من الأهوال اللي قدامهم. العمالقة بتجري وراهم وبتاكل فيهم الواحد ورا التاني. لكن كل ده حصل إزاي؟ وإزاي العملاق ده ظهر فجأة كده؟ وإيه هم العمالقة دول اصلا؟ تعالوا بقى نرجع ساعة واحدة لورا. اول حاجة، في 3 اسوار، ودول اللي بيحموا البشرية من العمالقة، او بمعنى اصح هم دول املهم في الحياة كلهم، ماريا، روز، شينا. كل سور من دول طوله 50 متر تقريبا، ومحدش من البشر بيقدر يطلع براه غير مجموعة واحدة بس، وهي مجموعة فايلك الاستطلاع، ودول بيكونوا تبع الجيش. المجموعة دي الوحيدة اللي بتقدر تطلع بس، وده عشان عندهم امل انهم يقدروا يتخلصوا من العمالقة دي، وبيدوروا على اي معلومات تفيدهم قدامهم. اما العمالقة دول بقى، دول كائنات تشبه البشر شكلا، يعني عندهم ايدين ورجلين زينا كده، لكن الوعي مش موجود تماما وعاملين زي الحيوانات وكده، وطولهم بيترجح بين ال 15 متر وال 20 متر. العمالقه دول ما بيتاثروش باي هجوم من مدفع ولا صواريخ ولا حتى رصاص، وظهروا ازاي وجم منين محدش يعرف لهم حاجه. نرجع بقى ونشوف بطل قصتنا واللي اسمه ايرن، ومعاه واحده كده اسمها ميساكا، وهي زي اخته كده وعايشه معاهم في البيت، والسبب ان اهلها ماتوا وهي صغيره. المهم، حلم عمنا ايرن انه ينضم لفايلك الاستطلاع، وده عشان يخرج بره الاسوار ويعرف ايه اللي براها. لكن ميكاسا بتقول انه ينسى الحلم ده، بيجمع شويه خشب كده ومتجهين للبيت، لكن بيسمعوا صوت اجراس المدينه بترن، وبيعرفوا انه فايلك الاستطلاع رجع للمدينه. بيجري ايرن هو وميكاسا عندهم، وشكله فرحان جدا، لكن بتشوف فايلك الاستطلاع وهو جاي ومتدمر على الاخر، اللي مقطوع ايديه واللي مقطوع رجليه، والموضوع اخر مجزره، وتقريبا كده نص الفريق مات. وواحده من العمه بتسال كده على ابنها، لكن بيديها الجندي ده دراع ابنها، وبيقول لها هو ده اللي اتبقى منه. الست بتجيلها صدمه وبتاخد دراع ابنها وبتقع على الارض، وبتساله هل ابني قام بالواجبات اللي عليه اتجاه البشريه ولا لا. الجندي بيركع على الارض وبيقول لها بكل تاكيد ابنك قام بكل الواجبات اللي عليه، انا اللي كنت ضعيف وما قدرتش احمل فايلك بتاعي. وكل الكلام ده بيحصل قدام ايرن. ايرن واقف مصدوم، كان مفكر لما ينضم للفايلك هيعرف يحرر البشريه من العمالقه. بعدها بياخدوا الجندي ده وبيمشوا، وكمان ايرن بيروح هو وميساكا للبيت، وهم قاعدين بيقول لهم ابوه اللي اسمه جريشا ان هو هيروح يزور احد المرضى بحكم شغله انه دكتور يعني. لكن ميكاسا بتقول لهم ان ايرن عاوز ينضم لفايلك للاستطلاع. الام بتغضب عليه جامد وبتقول له اياك تفكر في ده تاني. ابو ايرن هو كمان بيقوم عشان يمشي، وبيقول لإيرين ان لما يرجع هيوريه الاسرار اللي احتفظ بها في القابو في السنين اللي فاتت. إيرين بيطير من الفرحه وبيستنى ابوه بفارغ الصبر. بيمشي إيرين عشان يروح يقعد مع صاحبه شويه، لكن بيتفاجئ ان في عيال محفل عليه ونازلين فيه ضرب. واول ما بيشوفوا ميكاسا وإيرين بيطلعوا يجري من قدامهم، بيطمنوا عليه وبيروحوا يقعدوا مع بعض. وبنشوف ان الاثنين دول تفكيرهم متشابه وعاوزين يستكشفوا العالم الخارجي يوما ما. لكن المشكله ان الحكومه حاطه قانون من 100 سنه انه محرم على اي حد يخرج من السور ده، والا هيتم اعدامه. ما هو كده كده هيتاكل يا معلم. بيقول ارمين لإيرين هتعمل ايه لو فجأة السور اللي طوله 50 متر ده اتهد فجأة؟ الواد لسه مخلص كلامه بالله صعقة جامدة اتضربت قدام السور من بره. الصعقة فزعت العيال كلهم هم وباقي البشر، وكل بيقف ويبص يمة السور وهم في حالة ذهول، وبنلاقي دخان بيطلع من عند السور كده وشكلها حاجة جامدة. وفجأة بيظهر لهم عملاق اطول من السور ذات نفسه، عملاق اطول من ال 50 متر. يا الهي، اللي كانوا خايفين منه حصل فجأة، وهو ده اللي شكله هيبيد البشرية عن بكرة ابيها. العملاق بيرفع رجله جامد وبيضرب بوابة السور، البوابة بتخترق وبتتكسر وبتطير الحطام على الناس. العملاق الضخم ده فتح طريق للعمالقة الصغيرين دول عشان ياكلوا البشر. الناس عمالة تجري وتهرب وهم في حالة رعب، صريخ وعياط وألم وكل اللي يكرهه قلبك، إلا شخص واحد بس. أيوه ده إيرن، بيجري يمة البوابة وبيقول إن بيتهم قريب من البوابة، أمي أكيد لسه بخير وما حصل لهاش حاجة. أرمين بيحاول ينادي عليه، لكن هو كمان جسمه عمال يرتعش ومش قادر يتكلم، بيقول خلاص كده العمالقة دخلت السور وهتبيد البشرية كلها. إيرن بيوصل عند بيتهم وبيلاقي أمه البيت متكسر عليها، بيحاول يرفعه من عليها لكن ما بيقدرش. أمه بتقول له اهرب أنت وانجب نفسك أنت يا إيرن، حتى لو شلت الحطام ده من عليا فرجلي متكسرة ومتدمرة ومش هعرف أمشي تاني. لكن بيبص قدامهم وبيلاقي واحد جاي عليهم، الأم بتصرخ عليه عشان يمشي، لكن برضه ما بيسمعش كلامها. العملاق عمال يقرب عليهم خطوة ورا خطوة، ولسه إيرن برضه مش عاوز يتحرك من مكانه. في اللحظة دي بيجي واحد من حماة الأسوار واللي اسمه هانسا، بيقول لهم ما تقلقوش من العملاق اللي جاي ده، أنا هروح وأقتله. بيجري على العملاق ده لكن وفجأة بيتسمر مكانه. العملاق شكله خوفه جامد وبيرعبه مكانه، بيدخل سيوفه تاني وبيرجع ياخد ايرن وميكاسا وبيهرب بيهم. امه بتنادى عليهم وبتقول لهم خلوا بالكم من نفسكم. وفي اللحظه دي ايرن بيشوف احزن منظر شافه في حياته، اللحظه دي اللي عمره ما هينساها ابدا. العملاق بيشيل امه من تحت الحطام وبيكسرها
بيحصن وبياكلها قدام عينيه. اصعب منظر ممكن تشوفه في حياتك كلها. وفي اليمة التانية العمالقة لسه نازلين اكل في الناس التانيين. بيحاولوا الجنود دول انهم يدخلوا الناس دول من البوابة التانية عشان ينقلوهم للسور التاني اللي هو سور روز، واللي بالهجوم ده تم اقتحام سور ماريا واللي بيعتبر الحصن الاول للمدينة كلها. في الوقت ده ايرين وميكاسا تم اخلاهم في سفينة ومتجه يم سور روز، لكن بيكون المراكب اللي هناك مش مكفية عدد السكان وبياخدوا اللي بيقدروا عليه وخلاص شادين الرحال وماشيين. وفي نفس اللحظة بيسمعوا صوت خبطات جامدة جدا. العمالقة عمالين يقربوا من البوابة التانية. الجنود عمالة تهاجم عليهم بالمدافع لكن مفيش حاجة بتأثر فيهم. الجنود ما بتلاقيش غير حل واحد، انهم يقفلوا البوابة وخلاص ويضحوا بعدد السكان اللي لسه مدخلوش. بيقرروا خلاص وهينفذوا الامر، لكن بيلاقوا عملاق شاذ واقف قدامهم. عملاق شكله غير العمالقة كلهم، عملاق مدرع بدروع ذهبية كده. يا نهار ابيض. العملاق بياخد انفاسه وبيستعد وبيجري عليهم بالسرعة جنونية. المدافع بتشتغل عليهم من كل مكان لكن برضه مفيش تأثير عليه. الجنود بتحاول تهرب من العملاق لكن كان فات الاوان. العملاق بيفشخ البوابة التانية وبالجنود كلها. دي خلاص شكلها كده نهاية البشرية. وشوية تانية بنلاقي العمالقة الصغيرين هم كمان وصلوا للمينا. ايرين قاعد وبيشوف كل حاجة قدام عينيه وعمال يبكي، بيقول ازاي حصل كده؟ احنا من شوية كنا قاعدين بناكل انا وعيلتي والدنيا كانت تمام، ازاي كده وفجأة بنلاقي نفسنا في الشارع؟ ايرين بيقوم يقف تاني وعينيه محملة بطاقة غضب غير طبيعية. بيقسم وبياخد عهد على نفسه انه هيبيد العمالقة دول من الوجود. وبكده تم اقصاح حوالي تلت البشريه. تعالوا بقى افهمكم حاجه بسيطه كده. الاسوار الرئيسيه دي هم تلات اسوار، ماريا وروز وشينا، دول هم الاسوار الكبرى اللي بتحمي البشريه من العمالقه. كل سور متصل به مجموعه من المدن الصغيره واللي اسمها مقاطعات. اول حاجه جه العملاق الضخم ده وكسر بوابه المقاطعه الاولى، بعد كده جه العملاق المدرع وكسر البوابه الرئيسيه بتاعت سور ماريا. وبكده فقدت البشريه ثلث ارضهم وكل السكان اللي اخذوهم خدوهم على سور روز. ايرين وميكاسا وارمين هم كمان في مقاطعه من هناك والحال متدهور بيهم. اللي بيخلص من هناك وبيحصل مجاعه بين الناس والكل بدا يضرب في بعضه. الملك بيقرر يبعت شويه من اللاجئين لمهمه انتحاريه وهي استعاده جدار ماريا، لكن المهمه بتبوء بالفشل. ومن 250 الف شخص ذهب للحرب رجع منهم اقل من 100 شخص، لكن ده فضل المجاعه اللي كانت موجوده ما بينهم. ايرين في الوقت ده بيقرر انه هينضم للجيش، وده ببساطه عشان يكتسب قوه اكبر وينهي على العمالقه. بينام ايرين عشان يستريح شويه وفجاه بيحلم حلم لابوه. بيحلم ان ابوه بيجبره انه ياخد حقنه وكمان بيديله المفتاح بتاع عقابه بتاعه. بعدها بيقوم مخضوض على صوت اجراس المدينه اللي بترن. الواد بيبص وبيلاقي فعلا المفتاح متعلق في رقبته، لكن ما بيهتمش بيه وبينفض له وبيمشي. بعد خمس سنين بيلتحق ارمين وميكاسا وايرين في اختبارات قبول الجيش، واللي بيتعاكم مع ضابط من هناك وما بيكونش معترف بيهم انهم هيكون من الجيش اصلا. يعني من الاخر كده هو معترف انهم هيكون وجبات سريعه للعمالقه. المهم بقى بنعرف ان في ثلاث فرق في الجيش. الاولى فرقه الملك، ودي موجوده في اخر سور من الاسوار، ودول اللي بيحمي الملك وحاشيته. والفرقه دي ما بيدخلهاش غير الناس الاكثر كفاءه في الجيش، وهم بيكون 10 اشخاص بس. الفرقه اللي بعدها دول حماه الاسوار، ودول بيكونوا مسؤولين عن حمايه الاسوار وبينظموا الدخول والخروج من البوابات، واللي كان منهم هنس. واخر فرقه بقى هي فرقه الاستطلاع، فرقه هدفها بس استكشاف العالم الخارجي والقضاء على العمالقه نهائيا. نرجع بقى لايرين واللي ادى اختبار اليوم وبيتعرف على زمايله وبيروح يقعدوا مع بعض وبيتكلموا كلهم عن العملاق الضخم اللي ظهر فجاه ده واللي كان طوله اطول من السور نفسه. بيفتكر عمنا ايرين امه وهي بتتاكل من العملاق، وبيقول انه لازم يثبت قوته عشان ينضم لفايلك الاستطلاع ويبيد العمالقه كلهم. كله بيتحمس وبيقولوا له احنا معاك يا معلم. بيجي تاني يوم وكل بدا يتعلم على ترس المناورات الثلاثيه الابعاد، وده جهاز بيمكن الشخص اللي حمله انه يطير باستخدام انابيب الغاز اللي بتولد قوه ضغط كبيره جدا تدفع الشخص بمساعده خطافات. الخطافات دي بتطلع من السيوف اللي هو ماسكها، يعني باختصار يمسك سيف يدوس على الزينات يطلع خطاف، يمسك في الجدار يطلع غاز ويطير. بس برضو الموضوع ده ما بيكونش سهل على ايرين، وبيتخبط على دماغه وبيتعور كمان. بيشلوها اصحابه وبيعالجوه، لكن هل ده يكفي لاستسلامه؟ لا والله، الواد ده عزيمته ملهاش حل. بيجي تاني يوم وبيقرر يتحدى نفسه قدام القائد بتاعه، وبيقول في نفسه لو ما استعملش الترس ده فمش هعرف اقاتل العمالقه. الواد امل وما بيخيبوش وبيتعلم الثبات وبيجرب الترس وبينجح فيه، والموضوع اخر جمادات. بيقول انا قربت، انا كده قربت خطوه من حلمي عشان ابيد العمالقه كلهم. ومع مرور الوقت بيكون ايرين واحد من افضل 10 اوائل في الجيش، لكن برضه بيقول لا انا عاوز اكون اقوى من كده. بيتعرف على شخص اسمه راينان، وده بيكون شريكه في التدريب، وكمان بنت اسمها اني، وبيتدربوا مع بعض. لكن البنت دي بتكون قويه جدا وبتضرب ايرين اسلوب قتالي كان اول مره يشوفه. الواد بيطلب منها انها تعلمه لكن بترفض. بيقرر هو من نفسه انه يتعلم الاسلوب ده باي ثمن. بيجي الليل وبيترشح ايرين للفرقه الملكيه، لكن ايرين بيرفض ينضم ليهم وبيقول انا عاوز انضم لفايلك الاستطلاع. انا ما جيتش هنا عشان افضل مستخبي جوه السور وخلاص، انا جيت هنا عشان ابيد العمالقه كلهم. الكل بيقف وبيسمعوه مذهولين من اللي بيقوله. وبعدها اصدقائه شويه من الموجودين بيقرروا انهم هينضموا هم كمان. بيعرفوهم القاده نقطه ضعف العمالقه وهي المنطقه اللي ورا الرقبه، لو قطعتوها العملاق هيموت على طول.
طول. بيطلع اول مهمه ليهم وهي انهم يظبطوا حاجات فوق السور وعمالين يهزروا ويضحكوا والموضوع اخر روقان. وفجاه من حيث لا تحتسب بنلاقي فجاه صعقه بتتضرب من وراه. ده ايه ده؟ العملاق الضخم ده ظهر من جديد. العيال كلهم واقفين ومصدومين ومش فاهمين ايه ده. ونفس ما عمل قبل كده بيخترق بوابه روس. ايرين والباقيين بيطيروا في الجو لكن بيلحقوا نفسهم في اخر لحظه وبيمسكوا في الجدار وبيتثبتوا عليه. ايرين بيفتكر اللي حصل معاه زمان ومع امه وبيشجع في زمايله وبيطير عليه. العملاق الضخم بكف ايده بيدمر كل المدافع اللي فوق السور. ايرين بيطير عليه وبيمسك فيه وبيزود الغزو وبيزود سرعته وبيطير عند رقبته. لكن وفجاه بيطلع منها بخار جامد وبيرجع ايرين كام خطوه لورا. لكن برضه الواد ماسك فيه وخلاص هينقض عليه. وفجاه العملاق بيختفي من قدامه. بيقول ازاي كده؟ بيظهر فجاه وبيختفي فجاه. ده برضه نفس اللي حصل قبل كده. ظهر فجاه واختفى فجاه. ايرين دماغه متشتته. لكن بيجي واحد من اصدقائه بيفوقه وبينادي عليه. قائد المجموعه بيوصل هو كمان وبيعرفهم انهم لازم يرجعوا للقاعده دلوقتي عشان يساعدوا زمايلهم في اخلاء الناس وحمايتهم من العمالقه. الاجراس بتضوء والناس في حاله فزع ورعب وعمالين يجروا. نفس المشهد اللي من 5 سنين بيتكرر تاني. العملاق بيظهر فجاه وبيفشخ لهم الدنيا وبيختفي تاني. بقى حمات الاسوار واللي عندهم مدافع بيهاجموا على العمالقه من الخارج قبل ما يدخلوا. الجنود في القاعده بيستعدوا وبيحضروا اسلحتهم عشان يواجهوا العمالقه. العمالقه بالفعل دخلوا سور روز. الجنود جهزوا كل حاجه من اسلحتهم للامدادات بتاعتهم. الجنود انطلقوا لساحه المعركه. ايرين بيطير في الجو وبيفكر يهاجم من انهي جنب. لكن وفجاه بيلاقي عملاق بينط عليهم وبياخد واحد من اصدقائه ببقه. الرعب بيمتلك المجموعه من اهوال المنظر. ايرين بيغضب جامد على صديقه اللي مات وبيطير باقصى سرعه وعاوز يروح يهاجم عليه. لكن وفجاه بيطلع له عملاق من تحته وبياكل رجليه. ايرين بيدرمغ على الارض وبيعلى احد الاسوار. بقى المجموعه هم كمان بيتقفشوا الواحد ورا الثاني. ارمين بيقف على احد المباني ومرعوب ومصدوم وشايف ايرين متقطع قدامه هو واصدقائه وعمالين يتاكلوا الواحد ورا الثاني. وفجاه بيسمع صوت خطوات جنبه وبيبص كده بيلاقي عملاق جاله هو كمان. العملاق بيمسك بارمين وبيرميه في بقه عشان ياكله. لكن بيوصل ايرين بسرعه وبيمسكه وبيخرجه قبل ما يتاكل. بيقول لا انا مش هخليك تاكل صديق ليا تاني. وبوم العملاق بيقفل عليه وبيقطع لي ايده كمان. ارمين عمال يصرخ ويعيط باعلى صوته. الصرخه دي سمعت ميكاسا واللي فهمت ان في حاجه حصلت لايرين. ميكاسا بتتحرك وبتروح عندهم وبتلاقي ارمين قاعد على جنبه عمال يعيط. بتساله فين ايرين؟ بيعرفها ان ايرين ضحى بنفسه عشاني واتاكل هو مكاني. البنت بتغضب جامد جدا وبتقرر انها لازم تروح تهزم العمالقه. بقى المجموعه بيرفضوا انهم يروحوا معاها لكن بتنفض لهم وبتمشي. بعدها كل بيحس بالمسؤوليه انهم جنود وانهم المفروض يدافعوا عن البشريه. الكل بينطلق معاها وبيطيروا هم كمان. ميكاسا بتستخدم كتير من الغاز وبتزود سرعتها وبتقتل في العمالقه. البنت دي جامده على فكره. لكن المفاجاه ان الغاز خلص منها وبتاع على الارض. ارمين بيشوفها وبيطير يمتها. ميكاسا واقعه على الارض وفي ثواني معدوده بنلاقي العملاق ده جاي عليها. لكن ميكاسا بتلحق نفسها وبتقطع ايديه. لكن العملاق بتكف ايده التاني وبيديها على وشها بيطيرها بعيد. بتقف تاني وبتستعد وبتفتكر ذكرياتها هي وايرين. لكن وفجاه بنلاقي عملاق جاي من وراها وبيدي بوكس جامد جدا للعملاق التاني. بتبص قدامها كده وبتلاقي عملاق معضل كده وشكله زي العمالقه التانيين. بيفكرني هو كمان بالعملاق المدرع. العملاق ده بيصرخ صرخات جامده جدا وبيجري على العملاق ده وبيفضل يضرب فيه وبيقطع له رقبته كمان. ارمين بيشوف ميكاسا واقعه على الارض وبيجري بسرعه ياخدها على مبنى عالي. بيبص قدامهم كده وبيلاقي العملاق ده بيتاخد وضعيه هجوم تشبه البشر. التلاته واقفين مذهولين من اللي بيحصل وبضربه واحده منه على العملاق ده بيفصل دماغه عن جسمه. بيقولوا انهم لازم يستغلوا الوضع ده ويمشوا من هنا. لكن بيبصوا بيلاقي الغاز خلصان منهم وكمان مجموعه الامتداد محدش منهم جه خالص. بيقسموا الغاز اللي معاهم على ميكاسا وارمين وكل ده عشان يوصلوا للقاعده اللي فيها الامدادات وياخدوا منها غاز من هناك. ميكاسا هتحاول تفتح طريق ليهم وتهاجم على العمالقه وارمين هيشيل الواد ده ويوصلوا كلهم عند القاعده. وبينفذوا كده فعلا ومع العملاق الشاذ ده بيقدروا ينجحوا. المجموعه الثانيه برضو الغاز قرب يخلص منهم وبيرجعوا للقاعده عشان يشوفوا فيه ايه. وبوم بيلاقوا مجموعه الامدادات كلهم قاعدين خايفين على جنب ومش قادرين يتحركوا. الواد جان ده بيغضب عليهم جامد وبيشتم فيهم. بيقول لهم صحابكم بيموتوا بره وانتم قاعدين هنا. وفجاه بالله العمالقه دول كسروا عليهم الجدار. الكل بيترعب وبيصرخ ومصدومين من اللي بيحصل ده. العمالقه دول بيتحوط المكان كله. بيقف القائد بتاعهم ده واللي اسمه جان. بيقول هي دي النهايه، هنموت هنا بدون ما نعمل اي حاجه ولا ايه؟ لكن وفجاه بيلاقوا بوكس جامد جدا بيضرب في وش العمالقه دول. العملاق المعضل قد وصل يا صديقي. بيصرخ عليهم وكانه بيقول لهم الراجل فيكوا جيلي. ارمين وميكاسا هما كمان بيوصلوا للقاعده. بيسالهم جان انتوا وصلتوا هنا ازاي؟ بيقولوا له كل ده بفضل العملاق ده، عمال يقطع في العمالقه اللي زيه مش عارفين ليه. العملاق بره نزل فشخ فيهم بالبوكسات وبالشلاليت والموضوع اخر جمدان. المهم بيعرفوا ان الامدادات بتاعتهم في الدور الاول اللي هو تحتيهم. لكن المشكله ان العمالقه الصغيرين واللي طولها 3 امتار دخلوا المكان تحت. بيلاقي جان في المكان ده اسلحه حربه اللي هي بنادق. بيعمل لهم ارمن خطه عشان ينزلوا تحت. الخطه بتتمثل انهم هينزلوا على الرافعه ويضربوا على العمالقه دول في عينيهم عشان يعموهم، وبعضا منهم هينقض عليهم من وراهم وهيقطعوا رقبتهم. الكل بيوافق على الخطه دي وبينفذوها فعلا وبينزلوا كلهم وبياخدوا الامتداد اللازمه اللي هتساعدهم يرجعوا للقاعده الرئيسيه تاني. لكن وهم واقفين بيبصوا بيلاقوا العملاق ده مضروب ومتقطع والعمالقه التانيين عمالين ياكلوا فيه. بيوصل راينر هو كمان. بيقولوا ان العملاق ده ما ينفعش يموت وده وصلتهم الوحيده عشان يقتلوا كل العمالقه دول. لكن وفجاه وهم بيتكلموا بيلاقوا العملاق ده بيصرخ جامد وبيروح يعض العملاق ده من رقبته. وبنشوف ان العملاق ده اللي اكل واحد من مجموعه ايرين.
العملاق ده مسك العملاق التاني ببقه وعمال يهاجم عليهم لحد ما فجأة بيصرخ جامد وبيقع على الارض. بيبص عليه فجأة وبيلاقي بخار طالع منه وفي شخص طالع منه. بنتفاجأ كلنا ان ده ايرين. ايوه ده ايرين بجد. ايرين طلع لسه حي. الشخص اللي اقسم انه هيبيد العمالقة كلهم وهيحرر البشرية. ايرين ييجر. بس ازاي ايرين لسه حي بعد ما كلنا شفنا انه اتاكل من العملاق؟ كل ده هنعرفه في الفيديو الجاي. وبكده شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو. الفيديو الجاي هيكون هو عن انمي هانتر وبعد كده مانجا وان بيس. عاوز اقول لكم اني راجع بقوه في المانجا مع الكلمات الكتيره اللي جمعتها من هنا ومن هنا هعمل لكم فيديو اسطوري. يعني من الاخر هعمل لكم فيديو فوق الجمدان. خلي الحماس ده شغال عندكم لحد الفيديو الجاي. وما تنساش تعمل لايك واشتراك وكومنت عشان رايك بيهمني. واوعى تنسى انك تصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وسلام.